نورنا وشرفنا النهاردة كابتن أحمد حسام من فريق أليكس بايك فوريفر. كابتن أحمد حسام من الأعضاء البارزين يعني، وليه مجهودات كبيرة في الفريق. جه واقتنى العجلة التريك المميزة جدا اللي هي فورك كربون. عايزين برضو نسأله عن التجربة معانا، ودي على فكرة دي تاني عجلة يقتنيها من عندنا. اللي فاتت كان في عجلة سكوت، ودي العجلة التريك الـ 7.5. عايزين نسأله عن تجربتنا وطريقة التعامل معنا، يعني احنا اتعاملنا معاه وهل هو سعيد ولا تمام. اتفضل يا كابتن، قول لنا ايه رأيك في التجربة. سعيد طبعا يا كابتن مينا، انا دي تاني مرة اشتري عجلة من كابتن مينا. الاولانية كانت سكوت، العجلة السويسري اللي كلكم عارفينها، وتاني مرة لما شفت العجلة التريك الامريكي معروضة عنده قلت لازم انزل اخلص فيها، ولسه عارضها امبارح. عجلة جميلة ما شاء الله، حاجة عالية قوي. وانا حابب بصراحة ان اتعامل معاه ان حد صريح حد صادق لما بيكون في حاجة في العجلة. حتى العجلة اللي فاتت كان فيها يعني حاجة بسيطة كده قال لي عليها، يعتبر خربوش قال لي عليه، والمرة دي العجلة الحمد لله ما فيهاش اي حاجة. وشكرا لي كابتن مينا على حسن الاستقبال، دايما مع بعض ان شاء الله على طول حبيب. تسلم. تمام، الف شكر. يلا سلام. هو تريك وخلاص. كابتن احمد حسام من فريق بايك فوريفر. شرفنا ونورنا النهارده كابتن احمد حسام من كريم. شغل. تيجي نعمل حاجه مختلفه المره دي؟ ابدا انا الفيديو ازاي؟ الفيديو كده ده شغال اصلا. ماشي.